هل لبس النقاب واجب أم مستحب؟ وهل صحيح أن الحديث الذي يشير إلى إمكانية كشف المرأة لوجهها كفيها حديث ضعيف؟ على أي حال، أولا قبل كل شيء أنا أريد أن أذكر بأن العلماء علماء الأمة اختلفوا في الوجه، وجه المرأة هل هو عورة أو غير عورة، والذي نذهب إليه ونرجحه أنه غير عورة بدليل أنها شرع لها كشف وجهها عندما تكون محرمة، ولا يتعبد الله سبحانه وتعالى عباده في شعائره الدينية بكشف شيء من العورات، فهذا دليل على أن وجه المرأة غير عورة. ولكن نقول بأنه يستحب لها ستره، وعند خوف الفتنة يجب عليها ذلك. أما حديث أسماء، حديث عائشة رضي الله عنها في قصة أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يحل منها أن يرى إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهي وكفيه، فهو كما قالوا ضعيف من وجهين، حديث أخرجه أبو داود وهو مضاعف من وجهين، أحدهما أن فيه إرسالا، والثاني أنه من عنعنة قتادة، وعنعنة قتادة فيها تدليس. ولكن مهما كان استغفر الله، ليس في إرسال، لما في سقوط راوي من الرواة، في انقطاع سقوط راوي من رواة الحديث. على أي حال، الحديث هو فيه ضعف من هذه الناحية، ولكن هناك أحاديث صحيحة كحديث الخثعمية التي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستفتيه، وكانت تسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن حجها عن أبيها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصرف وجه الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنه لئلا ينظر إليها، كانت وضيئة، هي كانت في حالة إحرام. هذا الحديث يدل على أن المرأة في حالة إحرامها تكشف وجهها، ومهما كان فإنه لا يتعبد الله تعالى أحدا من عباده بكشف شيء من عورته، إلا أن الستر كما قلت مع خوف الفتنة واجب، ومع أمنها مستحب.